لا اثنين لا ثلاثة، لا ثلاثة مقررة من القانون 10 سنة 1914 بشأن التجمع. المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد 90 فقرة 1 و2 و4 و90 مكرر 1 و137 مكررة الألف 1 و2 و162 فقرة 1 و167 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 و253 و361 فقرة 1 و2 و378 فقرة 1 من قانون العقوبات. والمواد 1 فقرة 1 25 مكررا و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين رقمين 75 سنة 1958 و165 سنة 1981. والبنودي أرقام 6 و7 و9 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1735 سنة 2007. والمواد 27 فقرة 1 و42 فقرة 1 و45 فقرة 1 من القانون 182 لسنة 1960، المعدل بالقوانين 61 لسنة 1977 و45 لسنة 1984 و122 لسنة 1989. والبند رقم 3 من الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. والمواد 2 و95 من 1 فقرة 2 و122 فقرة 2 و140 من القانون رقم 12 سنة 1996 بشأن الطفل، المعدل بالقانون رقم 126 سنة 2008. والمادتين 30 و32 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة الحضورية أولا بمعاقبة كل من المتهمين ماكسيموس بولس عبد الملاك، محمد صالح سعيد عبد ربه وصحة اسمه محمد سعيد صالح عبد ربه شعلان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، سارة جمال السيد وصحة اسمها سامية جمال السيد، إسلام عادل علي محمد، أحمد سمير سعد فضل، السجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة المتهم طارق شمس الدين أحمد، السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه في البند أولا من اشتراكه في التجمع. ثالثا بمعاقبة كل من المتهمين الحدثين محمد قناوي عفان عثمان وحسام محمد علي عبد الرحمن للسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه. رابعا إلزام المحكوم عليهم بالبندين أولا وثالثا بدفع مبلغ 17,622,622 جنيها قيمة ما خربوه من أشياء. خامسا بمعاقبة المتهم إسلام عادل علي محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه في البند الرابع عشر بأمر الإحالة من إحرازه المخدر الترامادول. سادسا إلزام المحكوم عليه على الحدثين حسام محمد علي عبد الرحمن ومحمد قناوي عفان عثمان بالمصاريف الجنائية. سابعا بمصادرة الأدوات المضبوطة. ثامنا ببراءة كل منهم مصطفى كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير مما نسب إليه. تاسعا ببراءة إسلام عادل علي محمد مما نسب إليه بالبند 13 إتلاف سيارات المرضى والقاطنين بشارع الفلكي. عاشرا ببراءة طارق